الوطن ليس جغرافيا ولا نشيدا حماسيا ولا علما يرفع في صباح الخميس في الطابور المدرسي. الوطن هو كيان يتغلغل في الوجدان. عندما يصل الوطن إلى مرحلة أن يسكننا، يكون قد بلغ المرحلة المثلى التي تجعله بالفعل هو وطن. فلهذا نبقى نحمل الوطن كقدر على جبيننا مهما ابتعدنا مهما نأينا عنه. كتبت الكثير من قصائدي. أنا عندي قصيدة هي تحمل عنوان برنامجكم، فما أعرف يعني. أنا مثلكم، عندي هوية عاشق للشمس والأمطار والأشجار، عندي صرخة في الصدر، عندي شهوة للغيم وهو يحط فوق السطح كالعصفور، حق في الهواء ومثلكم، عندي سماء تشتهي مرح الطيور ومثلكم، عندي دروب للعبور إلى الحياة، حديقة للحب، ليل صالح للرقص، عندي حائط للنور، عندي جنة سرب من الملائكة الصغار ومثلكم، عندي دمي شق أخبئ في ثنايا ليله السفل بقايا أعظمي. أنا مثلكم، بل مثل دود الأرض، مثل البرق وهو يسيل من رئة الزمن، سأقولها بفم تغرغر بالشجن، أنا مثلكم، عندي وطن. سأقولها بفم تغرغر بالشجن، أنا مثلكم، عندي وطن. أنت تعلم الظرف الراهن بالعراق، يعني إحنا كنا نتمنى يكون ظرف مناسب للحياة الاجتماعية الطبيعية، يعني هذا الظرف هل هو يعني حاجزا مانعا أمام حبك، أمام انتمائك، عشقك للوطن؟ عندما يولد الإنسان في مكان ما ويرى أن هذا المكان هو المكان الذي يعني جزء من قدره، فلا يبني وجدانه وعلاقته معه على أساس تبادل المنفعة. فكل البلدان تمر بظروف قاسية وصعبة، ويبقى الإنسان يكافح ويبقى يعالج هذه الظروف، لكن أحيانا يعني يصل إلى مرحلة لا يستطيع الاستمرار في هذا المكان، فينتقل إلى مكان آخر ليؤدي رسالته. وهذه كما حصلت مع الرسول الكريم، عندما غادر مكة وذهب إلى المدينة تحيناً للفرصة المناسبة التي
يستطيع أن يعود بعدها، وهذا ما حصل. نعم، فلهذا يعني حتى مغادرتنا لأوطاننا ما يعني أنه هو يعني انتهت العلاقة به، بالعكس هي ظلت العلاقة مستمرة، بقينا نتابع يعني أخبار أو تفاصيله، نتابع أخبار أو تفاصيله. بديت بابك يا وطن وأنا غريب 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 ببابك، بس قلبي يسمع دقتك أرضى يذل اعتابك. بديت بابك والمحن جابني لدروبك وجن. يعني نحن إلى يعني المدرسة الأولى التي درسنا بها في المرحلة الابتدائية، وعندما أرى بعض الصور التي ينشرها أصدقاؤنا عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تنعش ذاكرتي، تنعش وجداني. الوطن يعني قضية كبيرة، مو يعني مو بهالبساطة إنه مجرد أن يحمل حقيبته ويغادرها ويغادره وينتهي، لا، الوطن يبقى داخله داخله، يعني هو يحمله. وأبي قال مرة، محمود درويش، وأبي قال: الذي ما له وطن ما له في الثرى ضريح، ونهاني عن السفر ونهاني عن السفر. خايف للعمر يقضي يبقى، خايف للعمر يقضي، وخوفي ما نوصل وطننا، خايف للعمر يقضي ترى، وخوفي ما نوصل وطننا، ولو وصلنا هناك خايف نلقى خلصان أهلنا. الذي ما له وطن ما له في الثرى ضريح، ونهاني عن السفر. الوطن يعني مهما مر بظروف صعبة تبقى عنا عليه، وأنه يبقى هو يعني بيت الجد اللي نحن له ونتذكر تفاصيله ونتذكر يعني نشأتنا. وأريد أعرف أين كانت النشأة الأولى؟ أنا ولدت في بغداد في الشاكرية، منطقة الشاكرية اللي هي كرادة مريم، هاي ولادتي. وبعد عامين، يعني أنا ولد 61، تحول الأهل وكل المنطقة إلى مدينة الثورة. هذه المدينة التي تجمع بها النازحون من الجنوب، وكل سكانها من الفلاحين والعمال والكسبة والكادحين. نشأت طفولة يعني ضمن هذه المناخ، لكن الطفولة قاسية، لكن مع ذلك بها جماليات كثيرة، لأنه كان أهلنا عندما نزحوا من الجنوب حملوا معهم ذكريات الجنوب وتفاصيله والأغاني الشعبية والحكايات. هذه أصبحت يوما بعد آخر هي مصدرا من مصادري الشعرية. هذا الحنين للمكان الأول، هذا الحنين ورثناه منهم. ملح قاعت احنا تدري، ملح قاعت احنا تدري، وانت بينا ديرة ديرة، انت بينا ديرة ديرة. يا وطن يا ابو الغيرة والنخل والبرتقال، يا شمل كل العشيرة، شلون يمت الصبر طال. كذلك الاغاني، هم في الجنوب يغنون كثيرا، يعني ها يعني متوحدين مع الطبيعة والأنهار والأهوار فيغنون. فلهذا جزء من حياة المدينة كانت جزء من هذا، الأغاني التي الأغاني الجنوبية التي هذه مصدر شعري،
ايضا واستفدت منه كثيرا، الالعاب الشعبيه، يعني هذا المناخ يعني اثرى ذاكرتي واثرى روحي، وحتى قضيه المسرح يعني كلها من هذا الاستخاب بالحياة. نعم، الاستخاب بالحياة اليومي الذي كنا نعيشه خلق من عندنا يعني حالة من تحاول أن تعبر عن ذلك بطريقة أخرى، أما بالشعر أو بالمسرح أو يعني حتى بالرسم. نعم، أنا مثلكم، عندي هوية عاشق للشمس والأمطار والأشجار. مشتاق لكل الأحباب ولكل شارع ولكل باب، ومشتاق لأهلي وأطفالي وترابك يا وطني الغالي. عندي صرخة في الصدر، عندي شهوة للغيم وهو يحط فوق السطح كالعصفور. حق في الهواء ومثلكم، عندي سماء تشتهي مرح الطيور. ومثلكم عندي دروب للعبور إلى الحياة. أنا مثلكم، بل مثل دود الأرض، مثل البرق وهو يسيل من رئة الزمن. سأقولها بفم تغرغر بالشجن، أنا مثلكم، عندي وطن. مثلكم، عندي وطن. يا طير الرايح لبلاد، أخذ عيوني تشوف بلاد، مشتاق الأهل الطيبين، مشتاق لهم صار سنين. أكيد ذكريات جميلة، يعني خصوصاً الدورة يعني أنجبت لنا الكثير من الأدباء والشعراء الفنانين يعني الرياضيين، يعني أسماء كبيرة من نجوم الرياضة. إذا رحت أنا وحضرتك اليوم وقلت لك هاي المدينة الجميلة مدينة الصدر، يعني روح أنا وياك بغداد وتقول لي بلال أكو مكان هناك، أكو شارع شيء أنا مشتاق له جداً، أول ما أروح لازم أروح أشوفه، يا مكان يا مكة يا نخلة يا شارع يا سؤال يعني كثير. بالفعل هذا حصل معي هذا الشيء، وأكثر من تقريبا أكثر من سنة ونص أو سنتين كانت زيارة، قمت بزيارة إلى العراق بعد انقطاع، وطلبت من أخوتي، هو هنالك أعمامي ما يزالون يقيمون في تلك الأماكن في ذلك الزقاق ذاك الشارع، فطلبت أنه أذهب إلى هذا. وبالفعل يعني رحت، طرقت باب أحد الأصدقاء وخرج لي، وهو رجل كبير والآن مسن أصبح، أنا مو مسن هو مسن يعني كان لقاء حميم، واسمه قاسم جبر، هو صديق يعني من أصدقاء الطفولة، وعباس ناصر أيضا من أصدقاء الطفولة اللي متواصل وياه بالفيسبوك. وخبرته أنه تتذكر هنا بهذا المكان كنا نلعب شعاب ونلعب دعبل ونلعب، وهذا مندهش أنه هذا بعد هذا الغياب يعني يرجع حتى يدور هذه التفاصيل الصغيرة. قلت له لا بالعكس، هذا بعدين طلبت من أهلي أن يأخذوني إلى دكان، كنا دكان كان
عند واحد من خولتي، وهذا الدكان كنت أروح ودائما ينطوني قلم وينطوني دفتر وحمامة. فحمامة كانوا هناك الطيور تربى. هذه رحت لهذا المكان وبالفعل شفته وصورته، وفوجئت بأنه لوحة الأسعار ما تزال من السبعينيات نفسها بالضبط، يعني باقي نفسها وصورتها. فهذه يعني تفاصيل لا يعني لا كنز بالنسبة لي يعني. فعندما عدت بقيت يعني شهورا استرجعها وافكر بها لدت لك لمسه من الحزن والالم وانت تتذكر هاي التفاصيل؟ اكيد يعني كل شيء يعني، لكن الم لذيذ حزن لذيذ يعني مشوب شيء من يعني الحنين لعبق الماضي بالضبط. هذا هو يعني ينعش الروح. احنا نحتاج بين فترة واخرى الى ما ينعش ارواحنا من ذكريات الماضي والطفولة. يعني استحضرت بذيك الزيارة كل طفولتي، واحيانا بعض الاشياء تختفي يعني لكن هي موجودة داخل مخزونة. هذا هو يعني ينعش الروح. احنا نحتاج بين فترة واخرى الى ما ينعش ارواحنا من ذكريات الماضي والطفولة. مدرستي النهاوند كنت حاب جدا، ما صار فرصة أشوفها لكن شفت صورها وشفت حتى الرسومات اللي كان زميل اسمه طالب جبار كان يرسم، فراسم هذه الرسومات ما تزال بعضها موجودة. طبعا هناك أتذكر يعني حتى من خروجنا والأصوات اللي نطلقها و باعة العنبة والفلافل والشارع يعني هذا الأساتذة. جاسم الشريف في واحد من الإعلاميين موجود، حسين كركوش ما يزال، حسين عناد، هذول ومتواصلين معهم. يعني أنا متواصل مع أصدقاء. الأستاذ حسين كركوش هو مقيم في باريس، 40 سنة ما شايفه، وذهبت إلى باريس وتوصلت إليه من خلال صديق اسمه عبد العزيز النجدي وصديق مشترك، وجمعنا وكان لقاء عاصفا بعد 40 سنة. وهذا الأستاذ درسني في الرابع الابتدائي فسنة 71 هيك فيعني هذه كلها يعني تفاصيل لا يمكن أن تمحى، وإذا محيت معناته محي الوطن. فما دامت هي باقية إذن الوطن باقي. أنا مثلكم، عندي هوية عاشق للشمس والأمطار والأشجار. بابك يا وطن، وأنا غريب 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 ببابك. عندي صرخة في الصدر، عندي شهوة للغيم وهو يحط فوق السطح كالعصفور. حق في الهواء ومثلكم، عندي سماء تشتهي مرح الطيور. ومثلكم عندي دروب للعبور إلى الحياة. بك بي بيبا يا الصبور سأقولها بفم تغرغر بالشجن، أنا مثلكم عندي وطن.
لا يمكن أن هنالك يكون شيء بديل عن الوطن. يعني ربما بعض يدعي بأنه خلاص الوطن انتهى، انتهت القضية بالنسبة لي، انحسمة العراق صار ماضي وكذا، لكن في لحظة معينة ينتفض انتفاضة كبيرة بداخلك. لسه ما أزال يعني أحلم، قبل أسبوع أنا حلمان وأنا أتجول بشوارع العراق وكذا. ولوينهم دولاك أهلنا، يضيق يضيق بالغربة نفس وانت لتنس شمال. يا ويلي انتم يا من دفنتم شتلات الشمس تحت حوافر خيول الخراب، يا من جئتم بجنائز الطاعون وقاطرات الدم وارامل الحروب، وعبدتم الطريق للذباب كي تصل النهاية بنا إلى خط النهاية. أنتم ألقوا الدمار الآن جانبا وتعالوا نقتسم الفجيعة، خذوا حناجر المغنين وقيام الأطفال في المدارس عند رفعة الخميس، خذوا القبابة والسحابة والأدعية والفضيلة النابتة في تراب الجحيم، خذوا عافية الرياح والميكروفونات والأضواء الخضراء وعناوين النشرات، خذوا صور الصفحات الأولى ومنصات التتويج والتاريخ والمسلات والجنود المهزومين من الموت الأحمر، خذوا الأوسمة وأعناق النساء والكراسي، خذوا كل شيء، خذوا الأوسمة وأعناق النساء والكراسي، خذوا كل شيء، خذوا كل شيء واتركوا لنا في الأقل جثة البلاد تذكار وطن كان يصافحنا عند رفعة الخميس.